الرئيس كمان اتكلم عن ملف الزراعة، تحدث عن ان الدولة تخطط لزراعة 700,000 فدان جديدة في المنطقة الغربية، واعلن عن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قريبا. خلونا نستمع. موضوع المية موضوع مهم قوي، وانا راجل دايما بتعامل معاكو ما اتكلمش الا الصدق ان شاء الله. هو انا لو في فرصة ان انا اخلي الترعة ترعتين وتلاتة واقدر اجيب المية من شرق مصر لغاية لما توصل لأي حتة، تفتكروا بفضل الله في حاجة توقفني؟ طب انا هقول لك على حاجة، انا عايزك وانتوا هتشوفوا خلال شهور قليلة جدا افتتاح الدلتا الجديدة. طيب الدلتا الجديدة دي اسمعوا بقى، هي مش متاحة لكم؟ متاحة لكل مصري. احنا عملنا الجهد الكبير والارض هتبقى متوفرة. قد ايه؟ انت بتتكلم في 2 مليون فدان، بيتقال لي دلوقتي على في 700,000 فدان كده. انا ما اعلنتش عنهم خالص. ليه ما اعلنتش عنهم؟ لان احنا اول حاجه بتعمل 200 كيلو كده يوصلنا لغايه هناك، ثم هنشوف هل في ميه تكفي زراعه الكميه ديت ولا لا، ولو في هنعمل ايه هنزرعها ان شاء الله سبحانه وتعالى.